معنا أحد الطلبة اللي راهم الآن مقيمين في هذا المنزل، وهم أصلهم من قرية قمامر بلدية سيد رحال، اللي راهم كانوا يدرسون في يقيمون في الداخلية، والآن راهم في هذا المنزل كارين هذا المنزل باش يواصلوا الدراسة نتاعهم. حكينا المشكل كاع من البداية وشني؟ احنا كنا حقيقة كما ذكرت كنا في الداخلية، كنا مقيمين في الداخلية لنا 3 سنوات من داخلية، وهذه السنة الرابعة، لكن وقعت لنا واقعة في داخلية ومرضوا لنا أحد زملاء، 3 زملاء مرضوا، حتى الآن ما عرفناش حتى المرض تاعهم، وهما السبب كانت حنايا باعتقادنا هي الإقامة الداخلية اللي هما مراخ عامر ومراخ محمد ومراخ حمادي بن حرز الله، هذول المرضوا راهم 2 انقطعوا عند الدراسة، وواحد راه مازال واسع الدراسة، نهار يحضر ونهار ما يحضرش. وحنا كيما اكتفينا خرجنا من الداخلية كاملين، لأن من شفنا الحالات اللي صراو فيها خرجنا، وما قدرناش حتى نرجعوا ليها. حنايا كي تقنعنا حنايا، بالنسبة لنا حنايا شوية كبار تقنعنا، ما نقدروش حتى هذون تقنع، حد اللي ما يقدر اللي يقنعوا لا بي يقولوا راه ما فيها والو، ولا حتى المراقب، ولا حتى احنا زملائهم اللي قاعدين معاهم نقولوا راه ما كاين والو، ما يرجعوش نهائيا هذون. وهنايا حنايا حقيقه ما نرجع لها، لان شفنا فيها الحاجه اللي شفنا فيها، ما المرض اللي شفنا فيه اصحابنا. كيفاش جاتكم الفكره باش تكروا انتم حوش قديم كما هاك؟ ما لقيناش عليها وين احنا، هذا الحل الوحيد كيما البلديه طلبنا منهم، قلنا لهم اعطونا اقامه، بدلوا لنا الاقامه، البلديه عطاونا مركز التكوين، ودرك راه باقيه على مديريه التربيه اللي مازال ما وفقناش على المركز، نستناو الاولياء تاعنا راهم يروحوا الرئيس الدائره، يروح له تقريبا راه سمانتين يروح له ويقول لهم راني السمانه هذه رايح نفتح لكم المركز، نفتح لكم مركز التكوين، بصح ما كانش لا حياه لي مثل هذه. رانا اكثر من شهرين، رانا شهر ونص تقريبا هكذاك خرجنا من 16 شهرين خرجنا من الداخليه، ما كاين والو، راه الحل ما كانش لحد الان، ما كانش الحل هنا. بالنسبة هنا كيما رانا هاك في هذا الجو، ما كانش معاه الجو ملائم للدراسة تماما، ما كانش. شوف فيهم هنايا راه الجماعات، راك تشوف في الغرف هذه اللي كنا سلمى كان روح بالنسبة للغرفة هذه الغرفة راكم كيما راكم تشوفوا الآن، هذه الغرفة تاع هذه الغرفة اللي راها تاع المراجعة. تشوف اللي الادوات راهي في الارض، ما كانش حتى ما كانش حتى فوق باش تحط الكمبيوتر، ما كانش طاوله على واش تكتب، ما كاين والو، ما كاين والو، راه حتى حاجه. كيما راكم تشوفوا الان هذه غرفه المطالعه بالنسبه للطلبه، وحتى الفورمي ما كانش معناها حتى تلقى حنايا اصلا برد ما تقدرش باش تراجع. والمنطقة باردة هنايا في المنطقة باردة أصلا، ما كانش أبسط 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 أشياء، ما كانش هنا، ما كاين والو، اللي رايحة تساعدك على الدراسة ما كانش، راه منقطع كان، خاصة الدراري الصغار هذول ما شغل ما تايهين، ما عندهمش حتى اللي يوجههم ريح راجع، ما عندوش كيفاه يراجع، ما كانش. هذه الآن رانا مع 1%، اضربها في 1000 من معاناة هؤلاء الطلبة، طلبة يريدون الدراسة، يريدون إكمال الدراسة نتاعهم، وخاصة كي نشوفوا أطفال حابين يقراوا، تشوف الأطفال هذون، ومانيش عارف سؤالنا نوجهه للسيد مدير التربية، السيد مدير التربية المسؤول الأول على القطاع في ولاية جلفة، لعل ضميره يتحرك، ولعل نخوته تتحرك لوضع حد لمعاناة هؤلاء الطلبة. نروحوا نشوفوا الغرفة. بالنسبة لمدير التربية، هو في الأسبوع الأول طلبناه يحضر هنا، يحضر وشاف يعني، وكاين له كل شيء، يعني ما كاين والو، ما رد لنا والو،
رانا نستناو ما كاين شوفوا الغرفه نتاع النوم ياكم ما راكم تشوفوا الان هذا المنزل وغزل الحاله نتاع المنزل هذه غرفه النوم غرفه النوم ها غرفه لا تحتوي على ادنى شروط الاقامه فيه والاكم تشوفوا الان هذه المدفاه ها هي المدفاه ها هي المدفاه ومن اراد ان يتكلم فليتكلم من يعلق يعلق هل هذه المدفاه تكفي لتدفئه هذه الغرفه نشوفوا المطعال المطبخ يعني حتى الاولياء تاعنا اللي راه مقيمين بفرع قمامة يعني ما يقدروش باه يجي يعني ما عندهم واه بطاله ما يقدرش حتى باه يجي باه يجي من تما ويقيم هنايا ويساند ابنه للدراسه ما عندوش كيما يجي باه يجي يكري هنايا وحوش ما عندوش حتى باه يكري حوش ما عندوش حوش وين ليه وما عنده باه يكري معناها ما عنده ما كانش حل حنا رانا نطلبوا من المدير التربيه والسلطات المحليه بصفه عامه انهم يوفروا لنا ينظروا لنا بعين الاعتبار يوفروا لنا يعني شويه بارك الله نكملوا هذه السنه ومن بعد يشوفوا لنا حل ان شاء الله اهلا راكم تشوفوا المدفع هذه نشعلوها يعني حوالي ساعتين ومنها طفوها يعني ماهيش حتى ماهيش مدفع اللي راح تدير فيها امان يعني هذه رايحه كنت وهذه مدفع تشكل خطر كبير نعم لا خاصة هذه اكسيد الكربون هذه لا يعني لن شعلت هذا المدفع لازم تفتح الباب يعني ما معناها لازم تفتح الباب اذا فتحت الباب تبرد الغرفه يعني كيف يعني ما كانش تتعدى ما كانش مدفع وما رانا هذيك شوفوا المطبخ يعني المطبخ هذا هنا المطبخ راكم تشوفوا في المطبخ دروك هذا المطبخ هذه باقي هذا المطبخ هنايا نسرحوا من المدرسه على الخمسه نجوا هنايا نطيبوا العشاء لرواحنا خبز ما كانش حتى ما كانش مخبزه هنا في الفرحه خبز لازمنا نشروه من الصبح من الصبح ما كانش حتى مخبزه باه نشروه نشروه بالثمانية نشروه هنا جيبوه منا والله من منين يجيكم الخبز؟ خبز يجيكم كون ما تشريهش في الفترة هذيك قبل لا تروح للمدرسة ما تلقاش يعني تروح تاكل مقارون ولا تبات كيما العشاء كيف راكم فيه تقضوا يومكم هنايا كد مثلا على قداه تنوضوا الصباح؟ تنوضوا الصباح على 6 ونص ايه وبعد الطوب تغسل وتصلي وطيقاتك وبعدها تحل ادواتك وتروح المدرسه هذيك 8 تدخلوا نخرجوا مع 12 نتغداو في المطعم وبعد كي نخرجوا هنا نجوا نريحوا اللي يحوس يرجعوا وما كانش مراجعه لان مش موفرت لنا الظروف يعني حتى في الصباح بات نوض شويه الصباح بكري بات شويه تريفيزي الدروس تاعك ولا هي ما يكفيكش الوقت لا تطيب قهوتك روحك وين هي طيبك من القهوه هنا وين هي اللي مكلف راك مكلفين واحد يطيب القهوه ايش مش اي واحد يطيب القهوه يعني انا وهذا يطيب القهوه كيما راك تشوف تا واش تقول لنا انت تا واش تقول لنا واش تقول لنا تاي إذن قد تتبعتم معنا طلبة المتوسط 19 طالب من قرية قمامر ومن عدد 33 راهم الآن في هذا المنزل كارين هذا المنزل يا المسؤولين هذو راهم كارين منزل هذا الطلبة كارين المنزل في 2019 شوفوا بعينكم